بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الأصدقاء الأعزاء متابعينا في صفحة أساسيات الاستزراع السمكي، في سلسلة الحلقات التي نوينا فيها إن شاء الله تعالى وبمشيئته وبتوفيقه أن نضع النقاط على الحروف حتى نساعد المستزرع السمكي في تخفيض استخدام الأعلاف الصناعية التي فاق تكلفتها أو فاقت تكلفتها في العملية الإنتاجية نحو 80% للارتفاع الخطير في تكلفة تصنيع الأعلاف الصناعية ولغلو وارتفاع المكونات الأساسية لها، فأصبحت حملا وعبئا وثقلا كبيرا على كاهل كل منتجين الأسماك، والتي انعكست على السوق المحلي في ارتفاع سعر الأسماك ارتفاعا أصبح لا يستطيع أن يكون في متناول الفرد العادي. فطبعا هدانا الله سبحانه وتعالى إلى سلوك هذا الطريق حتى نخفف التكلفة إلى ما يقرب من 30% أو 40% من تكلفة العلف الصناعي في المزرعة السمكية. ولأن هذا الموضوع لا بد له من أن نتطرق إلى ناحية إيجاد البديل الغذائي الذي يوفر هذا الأمر، إما أن يكون بدائل تضاف إلى العليقة السمكية المتزنة التي ينصح بها جميع الإخوة الزملاء الخبراء في مجال الأسماك، وهي أيضا تعتمد على إنجريدينت أو مكونات برضو يرتفع ثمنها وتؤدي إلى رفع التكلفة. وكان البديل الآخر هو تنمية الغذاء الطبيعي في الحوض السمكي، سواء كان حوض سمكي ترابي أو حوض سمكي خرساني. الحوض السمكي الترابي يختلف عن الحوض السمكي الخرساني. الحوض السمكي الترابي يستخدم عادة في الاستزراع المفتوح والشبه مكثف، مع وضع بعض آلات التهوية التي تساعد على رفع مستوى الأكسجين وتحسين جودة المية في المزرعة السمكية أو في الحوض، وهي أيضا تستخدم ليلا فقط، وقد تكون أيضا عبئا وتكلفة. فلمن كانت عليه عبئا أو تكلفة في إنتاج الطاقة فليتدبر أمره في الاستزراع المفتوح، وإن لم تكن عبئا عليه في أن يستخدمها مسافة وقت الليل حتى يقوم بتعويض الأكسجين المفقود عن طريق لعدم وجود الضوء ولعدم إتمام عملية البناء الضوئي بشكل طبيعي في الحوض السمكي، فعليه إن رآها جيدة من حيث أنه سوف يرفع مستوى التكثيف إلى حد معين لا يزيد عن 14 أو 15 أو 10 سمكات حسب قدرته الإدارية في الحوض، فليتبع هذا المنهج، وإن لم يكن فعليه أن يتبع الاستزراع المفتوح وهو سمكة أو سمكتان أو 3 سمكات على حد أقصى في المتر المكعب من الحوض الترابي. معلومات عامة ومهمة قبل أن نبدأ الحلقة الثانية، أن أننا نقوم وسنقوم بدراسة كيف نزيد الغذاء الطبيعي في الحوض بعمليات التسميد والتسميد إما عضوي أو معدني. والتسميد المعدني له 3 أوجه، والتسويد أو 3 أنواع على الأشهر موجودة في السوق وتمتلك الشهرة لدى المزارعين، ومجموعة من أول التسميد العضوي طبعا سنذكر أنواعه وسنذكر كيفيته. المهم في هذا كله أن التسميد معلومة سأكررها وأذكرها في كل حلقة حتى يعي المستمع
من العالم إلى المستزرع إلى المستهلك إلى المستمع العادي إلى المتابع إلى الهاوي إلى المحترف أن التسميد لا يعتبر غذاء للأسماك، ولكنه يساعد على توليد الغذاء الطبيعي المرجو إنتاجه وتزويده وإكثاره في الحوض السمكي. وهذا وبالله توفيق والله المستعان، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة الثانية بعد قليل بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.